بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا الرشد وزدنا تقى وهدى يا هادي يا عبد. طا سين مين، هنا ربي يشير إلى أن القرآن من يأخذ شكل تتابع حروف مثل الحروف اللي نستعملها في حياتنا اليومية. طا سين ميم، وقلنا كذلك فما إعجاز عددي، كون طا مثل قا مذكورة كم مرة من في 19 مرة كعدد حراس الجحيم باش حتى حد ما يخرج ويفوت. وبعد جي سين وبعد جي ميم، ولا يعلم ما عليكم إلا ثبتوا في ذلك. تلك آيات الكتاب المبين، تلك الآيات العلامات الربانية، الكتاب القرآن المبين اللي جاي يبينكم طريقكم إلى الله، وجاء ينذركم من خيبة مسعاكم إذا كربتكم تلك الآيات وخبت ألقيتها وراء ظهوركم وزاوية كريكي لتلون pour être parmi les gens de Satan et tout le monde satanique sera comment dirais-je jeté au feu et au brasier de l'enfer. Wassalam.